هاتف الكابتن انيس العياري نجم منتخب تونس. كابتن انيس مساء الخير على حضرتك وبرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. مرحبا بك كابتن، مرحبا بالساده مستمعين معطى الساده المشاهدين نتاع قناه الاهلي، وان شاء الله كما نقولوا احنا نعطيو اضافه في التدخل بتاعنا. مبروك علينا وعلى التونس الكل، وهارد لاك للمنتخب المصري بعد نوعا ما الاخفاق اللي كان في المسابقه وكان صارت في مصر. تمنينا انه المنتخبات العربيه كل تكون موجوده في الادوار الاخيره، لكن هذا كما نقولوا احنا كره القدم واحكامها. يعيش يا كابتن انيس. الو الو، معك حبيبي معك. عايز اسالك على مباراه السنغال وتونس. اولا هي مباراه بتتكرر بعد حوالي 15 سنه. سبق لتونس عندما واجهت السنغال في امم افريقيا 2004 استطاعت ان هي تفوز باللقب في الختام. توقعاتك رؤيتك لهذه المباراه ووصول تونس للدور نصف النهائي بكره قدم مختلفه عن اللي ظهرت بيها في الدور الاول. صح كلامك صح، لكن اليوم تختلف كره القدم، لكن ثم حاجات ابجديات في كره القدم ما تتغيرش، اللي هي اللحمه، اللي هي قوه المجموعه والروح اللي موجوده في المجموعه. عام 2004 وقت اللي كان المنتخب السنغالي بكامل نجومه، وقت اللي كان بوبا ديوب، كان حاج ديوف، يعني كان نجوم كبيره برشا في المنتخب السنغالي، لكن خليلو فديجا. النتيجة كانت في صالحنا، لأن وإحنا كنا متحدين، كانت المجموعة الكل تشتغل، كنا نجري وراء الكرة. اليوم نفس الشيء، لكن اليوم المنتخب التونسي زاد باش يعاود ينود يكرر مرة 2004 عليه، لأنه المنتخب اليوم نفس الإحساس، يعني الروح نتاع المجموعة موجودة، مجموعة ما فيهاش عديد النجوم، لكن فنيا فريق محترم، لكن يعمل على روح المجموعة وعلى أنه اللاعب الكل، يعني كما نقولوا احنا شغل واحد اللي هي الرأي التونسية. ونتصور أنه بيصير مفاجأة أنه المنتخب التونسي باش يقدم أداء غزير أو أداء كبير جدا، وليست مفاجأة أنه ينتصر على المنتخب السنغالي. بالنسبة لي شخصيا ليست مفاجأة، لأنه المنتخب التونسي قادر، اللي شفناه في مباراة غانا والأداء والروح اللي رناه في المباراة نتاع غانا، قادرين هذ اللاعبين هذوما انهم يعني كما نقولوا احنا يعملوا نفس المباراه باكثر كما نقولوا احنا باكثر اندفاع، باكثر تركيز، قادرين نخرجوا المنتخب السنغالي وقادرين نمشيوا بعيد. لما لا ما يكونش دور نهائي بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري، وهذه فرحه العرب الكل. طيب كابتن انيس، ليه المنتخب التونسي الكره اختلفت؟ يعني الان جريس ظهر بشكل مختلف بدايه من دور ال 16 دور ال 8 عن الكره اللي قدمها في دوري المجموعات. وجهه نظرك ايه الاختلاف؟ ايه اللي حصل؟ بالنسبه لي انا كابتن جريس، يعني كي جاي في وقت صعب جدا، يعني وقت ضيق، اسابيع معدوده قبل الكان، مازال ما يعرفش مليح المجموعه، اللاعبين زاد كيف مازالوا ما تاقلموش معاهم مع الخطط التكتيكيه نتاعو. عادي جدا انه يصير انفلات، عادي جدا انك ماكش بشترى المنتخب التونسي منذ بدايه الدوره بالاداء نتاعو، مع نقولوا الحالة البدنية ممكن في بداية الدورة، مع عدم التركيز، مع آليات الهجومية اللي ما كانتش في المستوى كما نقولوا احنا الكبير، أكيد أن المنتخب التونسي تعدى كما نقولوا احنا تعدى بصعوبة كبيرة في الدور الأول. لكن قعد المدرب راجع حساباته، المدرب كان ضغط عليه من الجماهير، وخاصة الجلسة اللي صارت، يعني وخاصة الجلسة اللي صارت مع رئيس الجامعة، ولهنا صار تدخل من المساعد الاول اللي هو مير كانزاري، اللي حقا للامانه كان وراء في كل قراراته. اصبح تدخل يعني عاجل من المساعدين التونسي بالضبط، وان المنتخب احسن على جميع المستويات. كل التوفيق للمنتخب التونسي كابتن انيس، وان شاء الله باذن الله تونس تذهب بعيدا وتصل للنهائي ان شاء الله مع المنتخب الجزائري. كل التوفيق ليك يا كابتن انيس. مكالمة كانت مهمة جدا بالتأكيد من تونس عشان نطمئن، وشايفين الرؤية الفنية ازاي من خلال خبراء الكرة في تونس.